السلام عليكم. بليز 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 دونت ميت. انا والله فرحان جدا جدا ان انا حاسس عامل في حياتي حبيب قلبي يا ريم بجد والله. كان حلم بالنسبه لي والله حلم. أو ما نعرف حبيبكم كل الأسرار دلوقتي. ربنا يخليك يا أستاذ. حبيبكم كل الأسرار دلوقتي وحبيبكم طيب. 21 إن شاء الله تبقى سنة خير على كل الناس كلها. حبيبي يا رسول الله عليك الله يخليك. أكلنا إيه النهاردة؟ كل حاجة كل الموزة الكوارع الفتة اللي عمل ستيك. عامل لك حاجة جديدة سيكو ستيك. سيكو ستيك؟ أه كنت عامل سيكو بومبار بس ربنا يبارك لي. السيكو ستيك برضه. يا رب يا رب. عبارة عن لحم ستيك ملبسة. أوبا. خلي بالك ما كانش حاجه بالصوره ملوخيه على الهواء اقسم بالله ما كانش حاجه بالصوره او هنشوف كمان والله. يا نهار اسود عليا يا نهار اسود عليا. ماشي يا ابو الله العظيم سافرت 132 دوله مع الكابتن وركبنا في طيارات من ورا وكانت بتقع من ورا وبتخض. هنقول ايه النهارده على الهواء؟ حاجه حلوه يعني ولا ان شاء الله حاجه جميله والله. هي حاجه حلوه عشان خلي بالك انا هفضحك على الهواء عشان الكابتن حضرتك يعني ربنا يحرسك وعم بركات وعم سيد معور وعمي اسلام اللي كنا نركب في الطياره من ورا ونعمل كده بتقعد تعمل مطبات كده. والله مش هقول لك مش هقول له نعمل ايه بس عشان ما ينفعش. لا بس والله العظيم ثلاثة ربنا يحرسه ويحميه ويوفقه ويخلينا اولاده حبيبي يا مصطفى. 2020 21 21 كابتن اسلام انت شايف طيب كابتن عم ناصر البرنس النهارده اليوم عامل ازاي؟ عم ناصر البرنس هيعمل احلى حلقه النهارده هتشوف لانه هو قلب احمر واحنا في قناه الاهلي فهيعمل احلى حلقه في حياته النهارده. ربنا يبارك لك وهو زي العسل حبيبي يا باشا. انا والله فرحان جدا. انا عاوز انا حلاق.